يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يقول هل كان إبراهيم عليه السلام يستشيره في أمر الله، أما المراد بقوله فانظر ماذا ترى؟ الله أعلم أنه يريد بذلك أن يصبر إسماعيل، أن يصبره على الموقف. إني أرى في المنام أني أذبح، هذه رؤيا نبي، رؤيا النبي وحي من الله عز وجل، فهو يريد بذلك أن يثبته وأن يصبره على هذا الموقف الصعب، ولا يفاجئه، لا يفاجئه به، بل يعطيه خبرا عنه قبل تنفيذ، لأجل أن يطمئن لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. هو أراد أن لا يفاجئه في هذا الأمر المهم، وإنما يريد أن يطمئنه، نعم، أن يبعث في نفسه اليقين والتسليم لله عز وجل، نعم. ولهذا قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لما طمأنه قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولو أنه فاجأه وأفجعه وذبح بدون أن يبين له السبب، ما يحصل بهذا استغراب يعني، أو يحصل بهذا روع، نعم.